عادل عبد الرحمن ليا معاه صولات وجولات. يعني اولا هتكلم عليه من ناحيه اللي هي الاساسيه، اللي هو كان لاعب مهاجم يملك امكانيات كبيره جدا، عنده سرعه عاليه جدا، بيتحرك كويس، عنده امكانيات فنيه جيده جدا. من مميزاته انه كان بيعرف يجيب جون، طبعا ما نسالوش الجون في نهائي بطولة افريقيا 93 اللي خدنا البطولة ابطال الكؤوس للمرة الرابعة في تاريخنا، كسبنا 1-0، افريكا سبورت هو اللي جاب الجون. كمان من مميزاته انه بيقدر يلعب في اكتر من مكان، يعني في مهاجمين بيلعبوا بس في مركز راس الحربة اللي هو 9 أو على الجناح. هو كان بيملك مرونة خططية، يعني احنا بنقول عليها كده في اللعبة بتاعتنا، يقدر يلعب مهاجم، يقدر يلعب جناح، يقدر يلعب من الاتنين المهاجمين اللي بيبقوا خلف المهاجم الأساسي. كمان لعب في مراكز مختلفة خالص عن الجناح، زي مركز الوسط المدافع في بعض الماتشات يعني. فهو كان عنده دي كانت واضحة فيه ان هو بيقدر يلعب في اكتر من مكان. من اللعيبة طبعا اللي جيدين اللي الواحد ساعد بمعاشرتهم او اللعب في وقت، يعني بالذات في فترة التسعينات. فطبعا ليا معاه ذكريات كبيره جدا، دي من ناحيه ان هو لاعب. ايضا لما اشتغل في التدريب من المدربين المميزين، ليه نجاحات كبيره جدا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي او في المملكه العربيه السعوديه في قطاعات الناشئين، حقق بطولات كتير مع الانديه اللي شغال فيها او مع الفرق الاولى. لما اشتغل في الدوري الممتاز في الدوري السعودي، يمكن في مصر لسه ما خدش حظه كويس، ما خدش فرصه جيده في مجال التدريب لانه يستحق اكتر من كده، لكن ان شاء الله اتمنى له الفتره الجايه انه يشتغل في فريق جيد في الدوري الممتاز لانه يستحق. من الحاجات كمان اللي ما انساهاش طبعا، واحنا في فتره اللعب على طول كنت انا وهو ومحمد رمضان تملف في البيت عند اهله، يعني والدته الله يرحمها كانت بتعمل لنا اكل بصفه دايمه، يعني على طول كنا بعد التدريب او كده كتير جدا كنا بنروح نقعد عنده وناكل وكده. ف يعني هو انسان كريم يعني، ووالدته الله يرحمها كانت ست كريمه جدا. هتقول ايه لكربت حبيبك؟ ده اهم لاعب جنة في جنة كان كابتن أسامة، وكان معانا كمان، كان حاجة تفرح بصراحة. أخلاق ولعيب وراجل، كل حاجة عاوز تقولها قول على أسامة. كان بيزودنا لاعب على طول، يمكن كان هو اللاعب رقم 12 لما بيلعب. دي حقيقة. وشخصية محترمة جدا، وتعلمنا منه كتير قوي، أو أثر معايا في حياتي كتير قوي. إن كون إن أنا كنت أعرف الكابتن أسامة، لأنه تعلمت منه حاجات كتير دي حقيقة يعني.